خاصية جديدة من شات جي بي تي داخل مايكروسوفت بينج وبشكل مجاني تماما، وهي انك تديله صورة ويبدأ ان هو يحلل لك الصورة دي او تسأله اسئلة عن الصورة دي. انا من شوية كنت عمال بجربها وعمال بدي الشات جي بي تي شوية صور كده واطلب منه او اسأله بعض الاسئلة واقول له يعني جاوب عليا وهكذا. فتعالوا كده نجرب الخاصية دي مع بعض ونعرف ازاي نستخدمها ونستفيد منها، وعايزك لما تجربها تكتب لي تحت في التعليقات بتستفيد منها ازاي. بالاول انت محتاج تعمله يكون عندك اكسس على شات جي بي تي داخل مايكروسوفت بينج، والموضوع بسيط جدا. هتروح على مايكروسوفت ايدج، تكون مسجل بحساب مايكروسوفت بتاعك وتقدر تستخدمه بكل سهولة. لو فتحت بينج او مايكروسوفت ايدج فهتلاقي عندك مجموعة من حاجات كده، مثلا انت سيرش عندك تشات ايمجز وهكذا. فاللي احنا محتاجين نعمله ندوس على تشات. بعد كده كل اللي هنحتاج نعمله بقى ندي الصوره للذكاء الاصطناعي. فانا هروح على العلامه الجديده تحت دي واقول له اد ان ايمج، وهنا عندي ثلاث خيارات: ادي له لينك الصوره او ارفع له الصوره او اصور صوره بالفعل. لو انت مثلا على الموبايل او على لابتوب او كده فتقدر ان انت تشغل الكاميرا وتصور صوره. فانا في الوقت الحالي هعمل ابلود صوره من الديفايس بتاعي او من الجهاز بتاعي. عندي شويه صور هنا سريعا هنجربهم مع بعض. فعندي هنا صوره لقطه شكلها لطيف جدا. خلينا ان احنا نبدا نطلب من الذكاء الاصطناعي يقول لنا ايه اصلا اللي موجود في الصوره. هكتب دلوقتي بقى ماذا ترى في الصوره، علما بان صاحب القطه هو صديقي احمد. وطبعا دي الصوره اللي احنا اديناها للذكاء الاصطناعي بحيث برضو تبقوا شايفينها معانا. زي ما احنا شايفين بيقول ارى في الصوره قطه بيضاء جميله تسترخي على بطانيه برتقاليه. والله جميل، لها عيون زرقاء. طب بصوا كده على الصوره. خلينا اشغل لكم الصوره جنب الكلام اللي هو بيقوله. طبعا مش عارف في عيون زرقاء دي جابها منين. هي عين القطه اسود اصلا، وتنظر مباشره للكاميرا وهي باصه الناحيه الثانيه. فراء القطه ناعم ونظيف ما شاء الله. لا دي نقطه كويسه انت مهتم بالقطه. الخلفيه هي ارضيه خشبيه وخزانه. انت عندك خلفيه خشبيه. الصوره ملتقطه من زاويه منخفضه. لا دي حلوه دي. الصوره فعلا متاخده من زاويه تحت. حلو. مما يجعل القطه تبدو اكبر مما هي عليه. الاضاءه دافئه وطبيعيه. انت محظوظ جدا بقى ان لديك صديقا مثل احمد يمتلك قطه رائعه مثل هذه. هل تحب القطط؟ انا احبهم كثيرا. اعتقد انهم حيوانات اليفه ولطيفه وذكيه ومضحكه. هل تود ان اكتب لك قصيده عن القطط؟ خلينا نجرب حاجه كده جت في بالي دلوقتي. ما هو نوع هذه القطة؟ هذه القطة من سلالة القطط البيضاء ذات العيون الزرقاء. ده جاي يقلب. هناك العديد من السلالات التي تتميز بهذه الميزة، مثل البالية والبيرمان والهيمالايا وأوسلوس أوسوريلوس. هو اللي بيقوله ده. طب انا بقول كفايه قطط كده ونروح بقى على الجد. ازاي ان احنا نستفيد من خاصيه زي كده؟ الموضوع ليه حاجات كتير جدا. تخيل انت ممكن تدخل المطبخ مثلا وعايز تعمل وجبه. صور كده المكونات اللي عندك في المطبخ وقول لشات جي بي تي دي المكونات اللي عندي، اديني وصفه استخدمها. تعالوا بقى نجرب حاجه تانية لينا احنا كصناع محتوى او يوتيوبرز. احنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها هي ان احنا بنعمل فيديوهات وبيكون ليها صور مصغره. يعني دي قناتي على اليوتيوب مثلا، ففي صور مصغره لكل فيديو المفروض. فلو انا عايز اخد راي الذكاء الاصطناعي في هذه الصور المصغره ممكن اروح ادوس على صوره مصغره منهم وليكن حاجه زي دي، وهعمل رايت كليك هقول كوبي ايمج لينك. هرجع على شات جي بي تي. ماشي، ممكن نعمل نيو شات برضو. دلوقتي بقى هبدا ان انا ادي له الصوره الجديده. هدوس على اد ان ايمج وهعمل بيست لللينك بتاع الصوره. زي ما احنا شايفين هلاقيه حط الصوره. هقول له دلوقتي ذس از يوتيوب ثامنيل، او ممكن اكتب له بالعربي هذه صوره مصغره لفيديو يوتيوب، بليز انالايز ات فور مي، او قم بتحليل هذه الصوره ليا. هنعمل برضو نجربها عربي مع بعض شويه. ممكن برضو لو انت الكتابات بتاعتك في الصوره مصغره باللغه العربيه تقول له دي كملحوظه، يعني تقول له ان هذه الصوره مصغره مكتوبه او الكلام فيها باللغه العربيه مثلا. فهنشوف دلوقتي بيقول لي دي صوره لطيفه شكلها صوره مصغره لفيديو يوتيوب عن التجاره في السوق السعودي. وتقريبا لما شاف الشكل او الايقونه دي فهو كده فاهم ان الموضوع له علاقه بالتجاره لشكل بسبب ما، وما اعرفش ليه ربطها بالسوق السعودي وازاي تستثمر فيه. بعد كده بدأ يديني شويه مقترحات. ضيف مثلا يعني ايه كلمه معينه للصوره المصغره وهكذا. تعالوا نجرب صوره مصغره ثانيه افضل شويه وقد تكون برضو اوضح شويه. فخلونا على سبيل المثال ناخد مثلا حاجه زي دي، معرفش هتبقى واضحه برضو بالنسبه له ولا لا، فممكن نجيب بقى الصوره كامله. ممكن مثلا صوره زي كده، فهبدا ان انا اعمل كوبي ايمج لينك. هرجع تاني على الشات وهديله بقى الصوره الجديده. خلينا نكتب بقى المره دي باللغه العربيه: هذه صوره مصغره لفيديو على قناتي على
اليوتيوب بعنوان، وممكن نكتب له العنوان مثلا حاجة زي كده، قم بتحليلها لزيادة مشاهدات الفيديو مثلا، وهبدأ ان انا اعمل سند. بالمناسبة اللي ما يعرفش، انت ممكن تستخدم مايكروفون وتتكلم مباشرة مع شات جي بي تي، فده خاصية قوية جدا ولطيفة جدا. انا هنا بجربها على الماك، بتشتغل باللغة الانجليزية ممتاز، يعني بتكلم انا انجليزي بيشتغل ممتاز جدا. والمفروض برضو ان انت تقدر تعمل سيت اب لكيبورد او ل يعني خاصية انك تتكلم بالعربي وهو يفهمك، لكن لسبب ما انا مش ضابطة معايا على الماك حاليا، كانت شغالة على ايباد كويس جدا وكانت شغالة برضو على الكمبيوتر لو انا فاكر صح. فحاجة زي كده لو حد فيكم جربها واشتغلت معاه بالعربي كويس ممكن يكتب لي تحت في التعليقات عملها ازاي. وبرضو كنا شغالينها او مشغلين حاجة زي كده مع جوجل بارد، والجميل بقى ان جوجل بارد ممكن يرد عليك اصلا بصوت بدل ما يرد عليك بكتابة زي مايكروسوفت بينج. فلو حد جرب الخصائص دي او حابب يعرف اكتر عنها ممكن يكتب لي تحت في التعليقات. طيب خلينا كده نشوف. طبعا هو كتب بالانجليزي، فانا هقول له اكتب لي باللغة العربية. طيب هديله بقى ايه نفس الصورة تاني، وهديله نفس الامر، وهقول له في الاخر بس اكتب باللغة العربية، وهعمل سند. المفروض بقى المرة دي يكتب بالعربي، او لو انت لاي سبب من الاسباب ده ما حصلش معاك ممكن تاخد الانجليزي تترجمه على جوجل ترانسليت وتستفيد هو كاتبه. طبعا بالمناسبة وملحوظة مهمة جدا، هو لو في صورة في يعني صورة شخص موجود في الصورة اللي انت بعتها له، فهو بيعمل بلور للوش، فما بيشوفش الوش ولا تفاصيله ليه، يعني سياسات الخصوصية بتاعة مايكروسوفت. طيب دلوقتي هو بدأ يكتب، بيقول لي هذه صورة مثيرة للاهتمام التي أرسلتها لي، يبدو أنها صورة مصغرة لفيديو بعنوان الذكاء الاصطناعي للجميع مجانا. الصورة مصممة لجذب انتباه المشاهدين الذين يشعرون بالفضول والاهتمام بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي وكيفية الوصول إليه مجانا. طبعا كل ده ملوش علاقة بالصورة، كل ده ليه علاقة بالعنوان اللي أنا اديته له. تستخدم الصورة مزيجا من النصوص والرسومات والألوان لإيصال رسالة أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية قوية ومتاحة يمكن لأي شخص استخدامها. طبعا أنا مش فاهم هو لقط ده ازاي من خلال الصورة، بس ممكن علشان مثلا الكتابات اللي على العين، ممكن برضو علشان الخلفية، ممكن برضو اللوجو بتاع شات جي بي تي، ممكن كلمة فري، مش عارف برضو. النص الذكاء الاصطناعي هو عنوان الفيديو، خلاص مش مشكلة. وجه الشخص المشوش الذي يفترض، طبعا هو عشان عمل له بلور، الذي يفترض انه المضيف او منشئ الفيديو، تم طمس الوجه لانشاء شعور. طبعا هو الذكاء الاصطناعي وصل له الصورة ومعمول بلور على الوش، فهو فاكر ان دي الصورة، ده عشان كده بيقول كده يعني. بيقول ايقونة خضراء على شكل حلقة سلسلة بسمهين بشيران في اتجاهات معاكسة. طبعا ده اللوجو بتاع شات جي بي تي. تمثل هذه الايقونه مفهوم الذكاء الاصطناعي كشبكه من العقد المترابطه التي يمكن تبادلها مش عارف ايه. حلو، يعني هو دلوقتي بص في الصوره لان في شخص قال وشه عليه بلور، فما اضافش كتير من ده، ولكن لما شاف اللوجو بتاع شات جي بي تي قال لك ان الموضوع ده معبر عن الذكاء الاصطناعي. بعد كده خد باله من كلمه فري اللي هي بتعبر عن ان هو مجاني، ودي كلمه رئيسيه للفيديو لان احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وان هو موجود مجانا للجميع وهكذا. بعد كده اتكلم عن خلفيه الصوره وهي غرفه اللي هي غرفه السيرفرات، فهي برضه معبره لانها بتتكلم عن برضه التكنولوجي او الذكاء الاصطناعي وهكذا، فده لطيف. دلوقتي بقى الفكره ان انت ممكن تكلمه وتساله عن حاجات كتير مختلفه، يعني ممكن مثلا تقول له طب الايقونه دي ازاي ان انا استبدلها بايقونه ثانيه تلفت الانتباه؟ طب ممكن تحلل لي تناسق الالوان في الصوره، هل شايفهم متناسقين ولا لا؟ طيب ممكن تقول له مثلا انا الكالر كود بتاع البراند ايدنتيتي بتاعي او اللون الاساسي اللي انا بستخدمه للقناه بتاعتي او للصفحه بتاعتي او ايا كان هو مثلا لون الاخضر، ممكن تحلل الصوره وتتاكد انها بتتماشى مع البراند ده ولا لا وهكذا. ومع الوقت لما الموضوع يبقى بيقرا الوش بتاع الشخص ممكن بقى يعني ده يتيح فرص ثانيه وامكانيات ثانيه، ممكن مثلا تقول له بص على تعبيرات وشي وقول لي هل تعبيرات وشي دي كويسه مثلا مناسبه للفيديو ولا مبالغ فيها ولا يعني بسيطه خالص ما تلفتش الانتباه وهكذا. طيب اخر تجربه معانا بقى وهي انه يساعدك تظبط كادر بتاعك لفيديو يوتيوب. احنا كنا واخدين صوره من قريب للكادر الجديد بتاعنا في الاستوديو الجديد وهي الصوره دي، خلونا برضو نبص عليها مع بعض. بس خلينا نكتب له الاول البرومبت. فدي الصوره زي ما احنا شايفين مع بعض، انا قاعد في النص في كرسي في خلفيه عليها حاجات معينه وهكذا. فانا عايزه بقى يقول لي طيب بص، او يعني بقول له بص كده على الصوره دي حللها لي قول لي ايه اللي ممكن اعمله ازاي ان انا احسن من جوده يعني الشكل العام اللي انا طالع بيه في الفيديو. فتعالوا كده نشوف بيقول ايه. بيقول دي صوره جميله لسيت اب يوتيوب، شكله احترافي ومريح للعين، طبعا وش بتاع الشخص معمول له بلور. بيقول لي انت لابس تيشرت او قميص يعني بيربل، which is the color that represents creativity and uniqueness. بيقول لي ان اللون ده بيعبر عن الابداع والتفرد، وبيقول ان انت قاعد حاطط ايدك كده قافلها، وهذا بيوحي، دي بقى نقطه مهمه،
ده بيوحي بانك واثق وقاعد مستريح. طيب هنا بقى جه في بالي حاجه مهمه جدا. تخيل انت ممكن مع الوقت تبقى مثلا وليكن بتتعلم ازاي تقف قدام الكاميرا وتتكلم، تصور فيديو تديه للذكاء الاصطناعي وتقول له حلل لي ادائي في هذا الفيديو، ففي ذكاء اصطناعي ياخد الصوت بتاعك ويبدا يشوف كلامك وطريقتك واسلوبك والتون بتاعتك بتعلى وتنزل ولا لا، وهل انت واثق في الكلام ولا لا، بتستخدم فيلرز زي اللي هي او ايه والحاجات دي كلها ولا لا، ويبدا يديلك فيدباك. مش بس كده، يبدا يبص على تعبيرات وشك، هل بتبتسم بشكل مستمر، الانرجي بتاعتك عامله ازاي، وهكذا، ويبدا يديلك فيدباك على الكلام ده ويقول لك انت كويس 1 2 3 ومحتاج تطوير في 1 2 3، ويبقى ذكاء اصطناعي موجود معاك في كل وقت بدل ما يبقى في شخص موجود معاك هو اللي بيقيم ادائك ويساعدك تطور. فحاجه زي كده بتفتح الباب يعني على مشروعيه لحاجات تعليميه قويه جدا. بس بعد كده بدا يتكلم بقى على المكتب وان في حاجات موجوده، مثلا لقط الكتب اللي موجوده على الشمال ولقط الدرع بتاع يوتيوب هو موجود في الوقت الحالي ورا هنا. او بدا كمان ان هو من خلال الحاجات اللي موجوده في الصوره يعني ادرك ان في هنا معدات تصوير، فقال غالبا ان ده معناه ان انت بتتكلم عن حاجات ليها علاقه بالتصوير وما الى ذلك. وبرده عشان في كتب ليها علاقه بالبيرسونال ديفلوبمنت اللي هو الكتاب اللي كان موجود اللي هو الاصفر اللي ورا، فالكتاب ده بيتكلم عن البيرسونال ديفلوبمنت او تطوير الذات، فانت دي غالبا حاجات من الحاجات اللطيفه. بيقول برضو ان وجود درع يوتيوب معناه ان انت غالبا حد موجود يعني معروف في مجال اليوتيوب. الباك جراوند فيها اللون الازرق وفي شيلف، بدا يمسك كل حاجه موجوده ويتكلم عنها. دلوقتي انت بقى ممكن تروح تساله وتقول له طيب مثلا انا عايز الجانب اليمين ده اخليه متناسق اكتر، اديني افكار. خلونا برضو نجرب ده سريعا مع بعض. على سبيل المثال هنا انا بقول له ازاي احسن من الباك جراوند بتاعتي او الخلفيه بتاعتي، فهو دلوقتي بدا يقول لي والله دي الخلفيه دي مهمه بالنسبه لليوتيوب علشان الستايل اللي بتديه وبتعكس الكواليتي بتاع الشغل بتاعك وهكذا، وبدا يدي شويه افكار. طبعا هنا بدا يدي شويه افكار عامه، فلو انت عايزه يدي وفقا للصوره قول له مثلا بيلد على الصوره دي او ادي له الصوره تاني وقول له قول لي ازاي احسن الباك جراوند وهكذا. طبعا زي ما قلت احنا سريعا او قدر الامكان كنا بنحاول نبقى بسرعه نجرب الخاصيه الجديده دي ونقول ازاي انت ممكن تستفيد منها بشكل عام، وتحديدا لو انت صانع محتوى او يوتيوبر او حد في مجال الديزاين مثلا. فالفكره هنا انت ممكن تستفيد من الذكاء الاصطناعي، تدي له صوره يساعدك في تحليلها، يساعدك في تحسين الحاجات اللي فيها، او يدي لك معلومات وفقا للحاجات اللي موجوده في الصوره. هفترض مثلا عندك حاجه زي دي، هفترض مثلا لو دي كاميرا معينه وانت بتقول له قول لي نوع الكاميرا دي وساعدني ان انا اتعلم الكاميرا دي، فيدي لك بعض المصادر تخش تتعلم. فالفكره ان انت معاك ذكاء اصطناعي مساعد شخصي موجود معاك، مش مجرد تكتب له، لا انت ممكن تدي له صوره، بكره وبعد ممكن تدي له صوت، بكره وبعد ممكن تدي له فيديو كامل يبدا يرد عليك ويساعدك وفقا لده. بكره وبعد ممكن يبقى لايف شغال معاك انت بتكلمه زي ما انا بكلمك دلوقتي مثلا في خلال فيديو ويرد عليك ريل تايم. فالذكاء الاصطناعي يا جماعه فعلا بيغير حياتنا وهيغير حياتنا للافضل ان شاء الله. طبعا ده لو اتعلمنا ازاي نستغله وازاي نستفيد منه بافضل شكل ممكن. فلو انت مهتم وعايز تعرف ازاي او تعرف كل المواجدين في مجال الذكاء الاصطناعي اولا وبعد كده تعرف ازاي تستفيد منها في حياتك بشكل عام وفي حاجات متخصصة، فأنا حسام الدين حسن ودي قناة إبرينيرز، القناة اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجي بشكل عام والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. فلو انت مهتم بالموضوعات دي هتشرف جدا بمتابعتك، ولو كان عندك اي اسئلة في حاجة من الموضوعات اللي بنتكلم عنها او حاجة بشكل عام اقدر اساعدك فيها اكتب لي تحت في التعليقات، وتقدر لو حابب تتواصل معايا مباشرة من خلال الجروب على تليجرام وعلى الديسكورد والروابط هسيبها لك تحت. طبعا هسيب لك الرابط بتاع الفيديو اللي شرحت لك فيه ازاي ان انت تخش تاخد اكسس على شات جي بي تي جوه بينج وجوه منصات تانية هتلاقيها موجودة كتير على القناة. شكرا جدا والسلام عليكم.